تنفذ الآن بالقدم اليسرى، كرة عرضية، المحاولة قائمة، رأسية تبعد، تعود لصالح فريق الوحدات، هجمة مرتدة سريعة، عيسى السباح، عيسى السباح، عيسى بمر الكرة على شماله، الهجوم عن طريق أحمد عبد الحليم، وكرة داخل الشباك والهدف الثالث. يا سلام يا سلام، حليمه 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 حليمه، هذه مرة بذكاء، بعقل، بأسلوب رائع، بتمريرة من السباح، من الفنان السباح الذي مرر كرة في الوقت المناسب. حليمه، يا سلام على حليمه، يجعل فريقه فريق الوحدات يتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خمسة أهداف في مباراة كبيرة، في مباراة جماهيرية، في مباراة من العيار الثقيل. نعم، الوحدات، وهدف ثالث عن طريق اللاعب المتجلي حليمه. حليمه بسن الجزمة، بسن الجزمة على طريقة إخواننا المصريين، يضع الكرة أثناء خروج حارس المرمى هشام الهزامي، والتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدفين. هدف هدف بالقلم بالمسطرة، هندسي هندسي عن طريق حليمه، عن طريق العندليب، له هدفين في هذه المباراة، وله أربعة أهداف في الدوري، ثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح فريق الوحدة. حليمه يا حليمه، أعاد البسمة، أعاد الفرحة.